اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وزي الفل ان شاء الله. كالعاده احنا يعني ايه، انا هرياكم مسابقات اليومين دول، كل يوم بالليل كده انزل لكم واديكم علامه كده واقول لكم هنعمل ايه. المهم سالتكم امبارح كده، قلت لكم يا جماعه بكره عن النهارده يعني هنعمل ايه في الحلقه بتاعتنا، هنعمل اغرب عيش. يعني اجابات الحمد لله، اول مره حد يجاوب صح كده على مسابقه، وحد كده قال لي هتعملي عيش بالميه المغليه. ثلاث اجابات صحاح من كل الرسائل اللي جات لي، ثلاثه بس هقول اسمهم دلوقتي. النهارده هتبقى حلقه لذيذه ورايقه، حاجات فطار بقى، هنعمل عيش بالميه المغليه. انا عارفه هتستغربوه، استغربوا العيش ده جدا. وهنعمل كده بدنجان من غير قلي، علشان طلبتوا مني ان احنا نعمل بدنجان من غير قلي. وكمان هنعمل قرنبيط من غير بيض. وهنعمل ايه كمان؟ جبنه القريش بقى، هنغير مفهوم الجبنه القريش. انا عارفه يعني ملهاش محبين قوي، بس النهارده هحببكم فيها. تعالوا بينا تعالوا بينا المطبخ بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. قبل ما نبدا عايزه افكركم بالارقام بتاعتنا. ايه هي بقى؟ 0900 900 من اي تليفون ارضي، او 2600 من اي موبايل. وتعالوا بينا نبدا. بس انا عشان انا وعدتكم، ثانيه واحده، اول اجابه جات لي صح لازم اقولها. برافو عليكي، برافو عليكي ان انت جاوبتيها. كان اسمها، استنوا فين فين فين، هند عبد العليم الشاذلي. يا هند قلتي عيش بالميه المغليه، برافو عليكي. وسهام جمال ده النهارده الصبح بقى، بس هند كانت امبارح. ودينا موسى، انتوا الثلاثة صح، برافو عليكم، قلت اسمائكم اهو. يلا بينا بقى نبدا بايه النهارده. نبدا النهارده بقى او دلوقتي يعني بالقرنبيط. هنعمل قرنبيط من غير بيض. طلبتوا مني كتير قوي ان احنا ازاي نعمل قرنبيط مقرمش كده ولذيذ. انا بحب القرنبيط قوي، بموت فيه. اي حاجه كده يعني، هو مسلوق شويه كده 7 دقايق عمال اكل فيه قبل الهوا، عادي، فظيع بصراحه. يتسلق في ميه مغليه بملح وكمون 6 دقايق وخلاص على كده. تعالوا بينا بقى ننزل بمقادير القرنبيط المقلي من غير بيض. يلا بينا. عندي قرنبيط مسلوق في ميه وكمون وملح زي ما قلنا. الخلطه بقى هتبقى عباره عن ايه؟ 4 فصوص من الثوم المهروس، كزبره وشبت، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من الكزبره الجافه، 3 معالق كبار من الكركم، معلقتين كبار من الكمون، ونص معلقه صغيره من الشطه. وهنغلف بقى بايه؟ بكوبايتين دقيق وكوبايه نشا وملح وفلفل اسود وميه ملهاش مقدار معين على حسب الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه، وطبعا زيت للقلي. يلا بينا. تعالوا بقى بينا ايه؟ نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا هجيب بولتين قدامي كده اهو. انا عندي في المقدار 3 كوبايات دقيق وكوبايتين دقيق. انا هجيب ال3 كوبايات دقيق اهو، هحطهم في البولة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. التوابل اللي احنا قلنا عليها، الكمون والكزبرة، هحطهم قدامي كده. بس استنوا، البولة التانية هحط فيها ايه؟ 2 كوبايات دقيق. يبقى بولة فيها 3 كوبايات دقيق والبولة التانية 2 كوبايات دقيق. 2 كوبايات الدقيق هحط عليهم 1 كوباية من النشا، 1 كوباية كبيرة من النشا، قد 1 كوباية الدقيق، خلاص. وهحط عليها 2 معالق كبيرة من البيكنج باودر، خلاص. اجيب كده الملح والفلفل كده جنبي، ملح وشويه من الفلفل الاسود، مش كتير، احنا مش حاطين بيض اصلا. طيب نيجي بقى البولة اللي فيها 3 كوبايات من الدقيق، هنعمل ايه؟ هاخد الكمون والكزبرة احط شوية هنا، والباقي في البولة التانية، والكمون هحط شوية هنا والباقي في البولة التانية اهو، خلاص. هاجي للشطة، سنة شطة، خلاص. الكركم عندي 2 معالق كبار من الكركم. عايزه يا جماعه معلقه تاني بعد اذنكم، عشان دي معلقه واحده بس، معلقه كبيره مليانه من الكركم، خلاص. هحط 2 معالق كبيره من الكركم هنا، والمعلقه التانيه اللي انا هجيبها دلوقتي هحطها برضو على مقدار 2 كوباية الايه؟ الدقيق، تمام. نرجع كده اشياءنا ورا، وهحط هنا شويه ملح، احنا ما حطيناش ملح في البوله دي اهو، وشويه فلفل اسود مش كتير، خلاص.
طيب نجيب وسك، هقلب المقادير الجافه اللي هي كوبايتين دقيق وكوبايه نشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر والتوابل اللي احنا قلنا عليها، خلاص وهسيبها على جنب. هاجي بقى البوله اللي فيها 3 كوبايات من الدقيق والتوابل، باقي التوابل برضو اللي احنا قلنا عليها الكركم والكمون والكزبره، وهديهم تقليبه كده والملح والفلفل. خلاص هجيب ايه بقى؟ هجيب ميه. الميه انا مش كاتبه لها مقدار في المقادير اللي قدام اللي احنا نزلناها، ملهاش مقدار. انا هنزل بميه كده بسم الله الرحمن الرحيم لغايه ما اقول لكم القوام اللي انا عايزاه يكون ازاي بالظبط، بس انا مش عايزاه خفيف، انا عايزاه زي قوام عجينه الكيك بالظبط. طيب لقيت ان هو خف منك عادي هتزودي شويه دقيق عادي خالص. لسه طبعا بسم الله هقلب كده. ما تسرعش في التوم يا جماعة الفريش، التوم الفريش ده ضروري قوي في القرنبيط. ماشي عايزين التوم بعد اذنكم، هحط مية تاني كده لغاية ما القوام يظبط معايا. هو القوام لسه تقيل، انا بصوا انا بضيف واحدة واحدة مش هستعجل عليه خالص، لسه شوية خلاص خف معاكي ضيفي له كوبايه كوبايه ايه بس خف معاكي ضيفي له معلقه دقيق كده ولا حاجه. تمام اهو شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه اخف من كده. طيب هجيب ايه بقى؟ هجيب الشبت والكزبره. عايزه تحطي بقدونس حطي، ماشي عايزه تحطي بقدونس. الله ريحه الخضره دي فكرني بالمحشي. صباح بالمحشي قوي، مش مثلا بتفكرني بالقرنبيط بما ان احنا عاملين قرنبيط، لا دي بتفكرني بالمحشي. بصوا بقى اهو تمام. يلا بينا نرجع كده الاشياء بتاعتنا ورا، ومعلقه الكركم اهي جت. بصوا كده يا جماعه معلقه الكركم انا ما ضفتهاش على كوبايتين الدقيق وكوبايه النشا، هضيفها. كركم مهم قوي قوي في الـ في الـ في القرنبيط كده المقلي. ليه؟ هي الفكره بس علشان يديني لون حلو. تمام طيب الدنيا ايه؟ بصوا شايفين القوام اهو اهو. طيب ممكن قوي على فكره ان انت شويه كده لو عملتيه هتسيبيه تلاقي ان هو تقل معاكي، شويه ميه وخففيه تاني، ارجعي خففيه تاني. طيب تيجوا كده تيجوا لغايه ما التوم بتاعنا يجي علشان نحط القرنبيط هنا. انا قلت لكم على القرنبيط ان اتسلق ازاي، اتسلق في ميه مغليه، في ميه مغليه وملح وكمون، خلاص 6 دقايق 7 دقايق حصل والسلق زاد معاكي وحسيتي ان هو طري، هتعملي ايه؟ هتشيليه من الميه المغليه وتحطيه في بوله يكون فيها مكعبات تلج، بوله ساقعه. ليه؟ علشان القرنبيط توقفي عمليه السوى بتاعته. خلاص طيب يا جماعه ايه رايكم بقى نعمل الجبنه القريش الجبنه القريش. دايما عندكم مشكله في الجبنه القريش، معرفش ليه يعني محبينها قليلين، انا بحبها جدا حتى لو باكلها ساده كده عادي. فانا النهارده جيت عشان اغير لكم مفهومكم عن الجبنه القريش خالص. هنعملها بنكهتين، عندي جبنه قريش بنكهه الفلفل المشوي خلاص، والجبنه القريش بنكهه الايه؟ هي راحت فين؟ البسطرمه راحت فين؟ سعاد الله مش شايفاها يا جماعه، البتاع قدامي بس مش شايفاه. نعم خالص والله. طب ما عايزين طب الاول يا جماعه التوم علشان نحط القرنبيط فيه، ايه رايكم؟ يلا يلا شكرا يا ميرنا. ما يا رب. طيب
جماعه ايه رايكم نروح لفاصل؟ هنروح لفاصل وارجع لكم تاني. ازيكم؟ جبنا التوم. الحمد لله جبنا التوم المهروس اهو. ماشي، هنزل بقى بالتوم ده اهو على الخليط السائل. بصوا معلقه كبيره كده تبقى مليانه. ماشي، عشان ايه؟ التوم ده حبيب الارنبيط، التوم والكمون. تمام، بصوا شايفين، شايفين تقل شويه ازاي لما سيبناه يا جماعه؟ شفتوا كان سائل عن كده على فكره. تمام، يلا بصوا بقى، عندي بقى اقتراحين، ان احنا نحطه في الخليط ده وبعدين احطه في الزيت ونقعد بقى نقلي ونضيع بقى الحلقة واحنا بنقلي، او ان انا بس هوريكم كده ايه. بصوا شايفين كده بقى معايا اهو، يعني هقللكم كده ايه كام واحدة. خلاص شايفين الخلطه ماسكه عليها ازاي، واروح ايه بقى بوم حطها في الخليط الدقيق اهو. ممكن ارجع، انا بس شلت الزيت من على النار لانه كان سخن قوي. ممكن كمان ايه بختبره، بصوا برش دي لو برد شويه اهو. خلاص ممكن كده نجيب حاجه نحط فيها البتاع ده القرنبيط. كده واحنا بنحط اي حاجه في سوائل وبعد كده مواد جافه، ايد للسوائل والايد الثانيه في المواد الجافه. تمام كده 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 اهو. انا بس مش هحط دلوقتي، بس الزيت يسخن شويه كده، احطها في الخليط السائل وارمي في المواد الجافه. احطها في الخليط السائل وارمي في المواد. بصوا بصوا التنفيضه دي انا بنفضها كده عشان تطلع كده، تطلع كريسبي خطيره اهي. التنفيضه دي مهمه قوي كده، وارمي اهو من غير بيض اهو، وهيطلع زي الفل. تمام اهو، حاضر. بصوا انا بحط القرنبيط كده، حجمه بقى براحتكم. انا هحب القرنبيط الصغير بصراحه، ما احبوش الكبير يعني، بس قشطه يعني براحتكم اهو. ماشي اهو. بصوا بقى اهو تنفيضه كده للقرنبيط. عايزه ابص كده على الزيت، انا بختبره كده ايه برش الدقيق كده. والله فارت تاني، معلش يطلع فيه. بصوا انا بنفضه كده عشان يطلع فيه الخرفشه دي. فاكرين الحلقه مره اللي عملنا فيها الفراخ المقرمشه بتاعت اللي هي المحل المطعم المعروف ده؟ قعدت اقول لكم ايه ده، قعدت اقول لكم بتنفضوها كده بايديكم علشان ايه الخرفشه دي بتحصل من التنفيضه دي، اللي هي التنفيضه دي ضروريه قوي يعني، تستهونوش بيها. بصوا انا مخليه لكم كمان قرنبيط كبير وقرنبيط صغير علشان تعرفوا ان الاثنين هيقرمشوا معاكم ان شاء الله اهو. الشكل ده. طب تيجوا معلش عايزه، الله بصوا بقى، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لازم لازم بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زيت يكون سخن، عايزه اهدي النار شويه لانها بصراحه سخنه قوي وانا اتلسعت كالعاده يعني. حاضر، طيب حاضر. انا بس عايزه اعمل حاجه بقى كده انجز بصراحه.
انتوا بقى في البيت بقى براحتكوا بقى وبايديكوا بقى وتعاملوا بايديكوا، انا بس ايه بصوا شايفين ما شاء الله، لا سبناه ولا ريحناه ولا بدنجان ولا اي حاجه خالص. بصوا شايفين حلو ازاي. معلش انا بقلب بالوسك بس انا متحمسه عشان عايزه اوريكم هو ازاي مقرمش. بصوا بصوا شايفين الحلاوه، ولا يعني خطير بصراحه. تحسوا كده ايه، ولا الفراخ المقرمشه بجد بتاعت بره دي. بصوا باين يا جماعه بجد، شايفين حلو قوي. لا النظر مش قد كده، شايفين ما شاء الله حلو ازاي، تحفه ولونه يجنن. شفتوا بقى الكركم ضروري ازاي، انا حطيت معلقتين كبار ممكن تستكتروا بس هو مش كتير على فكره، كل بوله هتحطوا عليها معلقه كبيره. تمام، نعمل حاجه كده بقى وندخل بقى على الجبنه القريش المظلومه معانا بصراحه جدا جدا، وهي احلى من كده والله، وجميله ولذيذه ومفيده وخفيفه وجميله. ده استاذ محمد ابراهيم بيضحك كمان. والله ما بيضحك على ايه. بصوا بقى شايفين بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه، اصل انا بحب القرنبيط قوي فطول ما انا شغاله هتلاقوني بتكلم. بصوا شايفين الحركه اللي انا بعملها دي هتخرفش معايا القرنبيط، شايفين الخرفشه، بس ايه التنفيضه دي ضروريه قوي اهو، على طول على طول ننفط كده. ممكن نعملها بمصفى، بسم الله مصفى ماشي قشطه برضو اهو، كبيره قوي دي بصراحه بس ايه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، ننفض ننفض شويه قرنبيط بقى في الفطار كده نعمل النهارده. اصلا احنا الحلقه وانا قلت لكم اصلا ان احنا هنعمل النهارده افكار للفطار، ولا دخلت لكم على العيش اللي بميه مغليه على طول؟ النهارده هنعمل افكار للفطار جامده قوي. ممكن بقى شويه دول تحطوهم في مصفى علشان تشيلوا اي دقيق زياده عشان بيجي على الاخر كده ويكتل شويه اهو. كده حاضر اهو. طب اقول لكم بقى على حاجه بقى، شايفين الدقيق ده اللي حصل فيه تكتلات ده، هتعملوا بيه ايه؟ هتصفوه بمصفى وتستخدموه تاني عادي في القرنبيط، مش هيحصل اي حاجه. نوضب بقى الحاجات الكتير دي تمام، وايه يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، نعلي كده النار شويه خلاص. بصوا اللي بس انا عليت النار، انتوا في البيت مش هتعلوه قوي يعني، بس هنا عشان الجو برد والتكييفات شغاله يعني، فايه انا عايزه الزيت يفضل معايا سخن. انا هكمل بقى الباقي ده كده ايه في الفاصل، وتعالوا بينا نشوف الجبنه القريش يا جماعه واحنا بننضف كده. يلا حبايبي، مقادير الجبنه القريش هنعملها بنكهتين، نكهه الفلفل المشوي الاحمر والنكهه الثانيه بنكهه البسطرمه. خلاص نكهه الفلفل المشوي مقاديرها هتنزل، ملهاش مقادير، هي جبنه قريش وفلفل مشوي وزيت زيتون وتوم وخلاص على كده، وشويه ايه تاني ممكن تحطوا شويه زعتر جاف كده لو عشان هتنكهه، وسنه ملح وسنه فلفل اسود، والثوم اللي هيتشوي مع الفلفل المشوي هقول لكم ازاي يتشوي. يلا بينا، انا بس عايزه ابص بص على القرنبيط كده معلش اهو، شان عليا اسيبه ماشي اهو. يلا بينا، وهو ده كده بيتقلي. تعالوا بينا بقى نشوف الفلفل المشوي، هنشوي الفلفل المشوي ازاي في الفرن. هنحط حبة فلفل مشوي مع ثلاث فصوص كده من الثوم، هنغلفهم بورق زبدة وفويل
شوية زيت زيتون ونحطهم في الفرن على درجة حرارة 160، ما بياخدش وقت، حوالي تلت ساعة على حسب، برضو لو انت حاطة كمية اكتر من كده ما فيش اي مشكلة خالص. تمام، اهم حاجة انا عايزاكي بعد ما الفلفل يتشوي هتعملي ايه، عشان انا بنضف ايدي بس، هتعملي ايه؟ هتحطي الفلفل في بوله وتروحي مغطياه بستريتش كده اهو. لازم الخطوه دي ليه بقى؟ علشان لما نيجي نقشر القشر بتاع الفلفل من عليه كده يتشال معانا بسهوله. طيب بصوا بقى، ريحه القرنبيط ياه جامده قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي قالب جبنة قريش اهي، براحتك الكمية اللي انت عايزاها. خلاص، عندي هنكهها كده بشوية زعتر اختياري، التوم اللي اتشوى اهو، بصوا سلام على التوم المشوي اهو اللي اتشوى مع الفلفل كده. تمام، هجيب بقى، عفوا، هجيب بقى الفلفل المشوي ده. شايفين يا جماعه اللقطه دي؟ بس عشان انا عايزاهم يشوفوها ضروري قوي. انا بشيل القشر اهو من عليه. عايزه اقول لك على حاجه، والله انت حابه تستخدمي الفلفل بقشره عادي، مفيش مشكله خالص، مش هيحصل حاجه يعني، بس هتحسي بطعم القشر شويه كده او قطع قشر كده، لكن دي اختياري بس، يعني ايه برضو عشان يبقى كريمي كده معانا وحلو، بنشيل القشر كده بالشكل ده. خلاص اهو، اهم حاجة البذر. انا مش عايزة البذر. ليه انا مش عايزة البذر؟ عشان البذر ده بيدي مرارة للفلفل. يلا خلاص نقلع كده ايه الجلافزات بتاعتنا، وهجيب شوية زيت زيتون كده اهو. بسم الله. خلاص، وهجيب شوية ملح وشوية فلفل اسود، بس لازم انا هدوق، مش هضيف يعني، انا هضيف كده ايه قليل كده وهدوق، وسنة فلفل اسود. وتعالوا بينا نضرب بقى ونشوف لو هيحتاج زيت زيتون تاني ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش سامعة والله. ماله؟ أي بصوا اهو، بصوا بقى خلاص ده كده، دي بس عايز تاخد لون تاني كده، ودي كده تاخد لون تاني اهو. شفتوا يا جماعه شكله حلو ازاي؟ اقعد ازلكوا بيه طول الحلقه. أوه. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى ضروريه قوي، وانا بحطه بلاش نحطه كده فوق بعض. عارفين ليه؟ علشان هيلزق في بعضه، الجلد ده هيلزق في بعضه والطبقه هتتشال. تمام؟ وهيطرى كمان. برافو. بس اهم حاجه علشان يفضل محافظ على الطبقه بتاعته. مش بس على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا في البيت كده يعني، مش قصه ان احنا هوا وكده، طبعا احنا عشان هوا بنبقى عايزين يلا يلا انجز وبتاع والدنيا دي، لكن ما مش هقول لكم في البيت بقى ببقى رايقه واقعد اسند بالشوكه والسك، لا والله العظيم انا ببقى كده برضو، فيعني عادي اتعودوا على كده. بصوا بقى ثانيه واحده بس، هجيب طبق عايزه اوريكم مزعجة انا قوي. هجيب الجبنه بتاعتي عايزه ادوقها.
جبنه قريش. والله طعمها مش جبنه قريش خالص، جبنه كده بالفلفل المشوي وبالثوم المشوي. متخيلين انتوا الطعم؟ يعني فلفل مشوي وثوم مشوي اهو. عايزين تخففوها عن كده قشطه، براحتكم براحتكم يعني. عادي اهو خلاص هنخففها. ممكن قوي على فكره ان انتوا تخففوها بشويه لبن بس، هي شكلها كده حلو اهي، مش محتاجه بصراحه، انا شايفه ان هي مش محتاجه اصلا تتخفف اهي. لازم هو ما فيش حاجه اعمل اهو. يلا بينا. طب نعمل يا جماعه ها؟ طيب ايه رايكم نروح لفاصل ونرجع مع بعض مره تاني؟ فاصل صغير استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا القرنبيط المقرمش وعملنا الجبنه بالنكهه الفلفل المشوي والثوم. يلا بينا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى، تيجوا نعمل ال ايه نسيت فين. صوابع البدنجان المقرمشه من غير قلي. طلبتوا مني الاء بلاش قصه البدنجان المقلي ده، مع انها بصراحه انا بحب البدنجان المقلي. نعمله ازاي في الفرن؟ هقول لكم على طريقه لذيذه جدا. يلا بينا. اصابع البدنجان المقرمشه من غير قلي، عندي 3 حبات من البدنجان الرومي، عايزه حبتين حبه براحتك، شويه زيت، كمون، ملح، فلفل اسود، وهنستخدم دقيق وبيض وبقسماط وبس وبس. يلا بينا نجيب كده ايه بولاتنا كده عشان ايه نتعامل براحتنا سهل سهوله بقى. مش قادره اقول لكم. بسم الله يلا بينا. قطعت البدنجان صوابع بالشكل ده بالقشر بتاعه خلاص، وهجيب الصاج ونجيب ايه بقى، ورق زبده كده تمام عشان ايه نحط عليه البدنجان بتاعنا. هقلب كده الورقه الناحيه الثانيه عشان التنايات بس ما تفضلش تضايق. يلا بينا. هحط بوله فيها دقيق. لا انا عايزه معلش الدقيق انا هحطه في البوله الصغيره اهي تمام، والبقسماط في البوله الكبيره كده عشان ابقى واخده راحتي، والبيض اهو في بوله لوحده، وممكن ان انت تخففيه بشويه لبن عادي مفيش اي مشكله، تحطي نص كوبايه لبن كده اهو خلاص. عندي شويه ملح على البيض وملح على الدقيق وشويه ملح على البقسماط مش كتير، شويه فلفل اسود وسنه من الفلفل كده على الدقيق خلاص، كمون على البقسماط، وهقلب هقلب اهو اهو اهو
وهضرب. طيب انا دلوقتي حصل وان انا عايزه اخف البيض بتاعي كده شويه ومش عندي لبن، يعني انا مش عندي لبن دلوقتي، هعمل ايه؟ مش عايزين ميه سخنه، هجيب شويه ميه واحط ميه على البيض عادي خالص اهو، ولا الهوا زي الفل عادي، يعني ما نوقفش كده الدنيا على حاجه مش عندنا. خلاص يلا بينا، احط البتنجان في الدقيق خلاص اهو اهو، بس نشيل ده بس كده الاول. واشيله كده واحطه في البقسماط كله مرة واحدة، ما نفضلش نمسك بقى ايه واحدة واحدة ونفضل نعملها، مش هنخلص مش هنخلص يعني. خلاص اهو الشكل ده، هجيبها بايدي كده اهو، شايفين بايدينا كده نقلبهم مع بعضهم. ليه بقى؟ انا عايزه يبقى في كده قطع كده على البدنجان، يبقى في كلكعه شويه، في تعجينه شويه من عجنه البيض مع الدقيق. خلاص حصل لي تعجينه كده اهي على البدنجان، انا عايزه التعجينه دي هتحصل كده لما كلهم يتقلبوا مع بعض. حاضر تمام، بس احطهم بقى كده في الصاج بتاعي تمام. حاضر حاضر. ما احنا كاتبينه، احنا كاتبين زيت، هما بيقولوا لي ما استخدمتيش زيت ليه، احنا كاتبين الكاتبه الزيت علشان هنديله دهنه كده على الوش. خلاص اهو وخلاص، يلا بينا. هوبا هنعمل ايه بقى اخر حاجه وهندخله الفرن ونبدا في العيش الغريب المريب اللي انا قايله لكم عليه ده ومسهراكم امبارح معايا، عيش المايه المغليه. انا كده هديله دهنه كده من الزيت تمام، خلاص وندخله الفرن على 170 اهو. يلا بينا ننزل بمقادير المايه المغليه. ايه ننزل بمقادير العيش المغلي يا جماعه؟ يلا حاضر. يلا تعالوا بقى ننزل بالمقادير بتاعه العيش، 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من الزيت، ملح، وهنعجنه بميه مغليه، نعجنه بميه مغليه. يلا بينا نغلي كده الميه بتاعتنا كده، عايزين بوله يا حبايب قلبي علشان نعجن العجينه. يلا بينا، عندي 3 كوبايات من الدقيق نقولهم تاني، معلقتين كبار من الزيت، و ميه مغليه ورشه ملح. يلا كده اهو، ننضف كده معلش مكاننا كده اول باول. هعمل ايه بقى؟ هنزل بثلاث كوبايات من الدقيق من غير مواد رفع ومن غير خميره ومن غير بيكنج باودر، من غير الكلام ده كله، شويه ملح
معلقتين كبار من الزيت، ادي معلقه. وعايزه اقول لك ان انت كمان ممكن اصلا ما تحطيش زيت خالص. خلاص هنقلب بقى الدقيق مع الزيت اهو، حاطين دقيق وزيت وملح. وبقى بصوا بقى الحركه بقى، ميه مغليه، هننزل بميه مغليه على الدقيق. خلاص بسم الله، واحده واحده. طبعا انا في الحاله دي ما اقدرش ان انا احط ايدي، ولو اني والله انسانه جبروت برضو ودماغي ناشفه عادي يعني، بس ايه، لا غلط برضو عشان بتبقى العجينه سخنه. بس احنا لازم نعمل الخطوه دي، ننزل بالميه المغليه على الدقيق. وخدوا بالكم من حاجة، اتأكدوا ان البولة اللي انتوا شغالين فيها تستحمل المية المغلية، يعني ما نعملش الحركة دي مثلا في بولة بلاستيك، لا غلط. خلاص اهو العجينة دي خطيرة. بصوا بقى، لا محتاجة تتعجن، ولا محتاجة انها تتساب ان هي ترتاح ولا تخمر، ولا محتاجة يبقى فيها عرق، ولا الكلام اللي بقعد اقوله لكم ده. جميلة جمال العجينة دي، مناسبة جدا جدا للناس المبتدئة. دقيق ومية مغلية، شوية مية تاني. طيب معلش بقى، انا بصوا هي لازم ان احنا نشتغل وهي العجينة كده سخنة شوية. تمام، حسيت ان هي سايلة، بصوا شايفين حسيت ان هي سايله شويه، هتضيفوا معلقه من الدقيق عادي خالص. خلاص بقى، ما اهو طبعا احنا نعملها بمعلقه خشب، احنا قلبناها الاول كده معلقه خشب، بس انا عشان عايزه بس يعني ايه انجزكم شويه، بس هي بجد هي الحقيقه سخنه جدا على ايدي، بس انا علشان عايزاكم تشوفوها كده واحنا على الهوا يعني. اهي بصوا بصوا على العجينه اهو، بصوا لمت معايا على طول، لمت معايا على طول، بتبدا ان هي تبرد شويه. يلا ننزل بقى بيها كده على الرخامه بتاعتنا، شايفين خطيره، حته عجينه يا جماعه رائعه تشتغلوا فيها كده وهي مش عايز اقول وهي سخنه برضو مولعه، انتوا عشان ما يعني ما تتلسعوش، بس على قد ما ايديكوا كده تستحمل. خلاص على قد ما ايديكوا تستحمل الحراره، ابداوا ان انتوا تشتغلوا فيها على طول. هنريحها؟ لا. هنسيبها 10 دقايق؟ لا برضه. نشتغل فيها على طول؟ اشتغلي فيها على طول عادي، ممكن تسيبيها تهدى شويه بعد ما تعجنيها عجنه كده، انا بس بلمها عادي، سيبيها بصوا يا جماعه لمت ازاي، اي عجينه تانية ابدا ما توصلش للشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ هاخد العجينه دي واشكلها كرات اهو، كل كره حسب يعني الحجم العيش اللي انت عايزاه، والله عايزاه كبير قطعيها كبير، عايزاه صغيره قطعيها صغيره براحتك. هنسيبها ترتاح، بعد ما تتقطع، بعد ما نقطعها كرات هنشتغل فيها على طول زي ما انت حابه. حاضر اهي، بصوا ده كمان اهو عاملينه قبل الهواء، هي بالظبط دي، هي دي اللي قبل الهوا زي اللي احنا عاملينها. انا عايزه اعمل حاجه بقى بصراحه، علشان انا انتوا عارفين ان انا بحب قوي ان انا اوريكم كل حاجه كده واحنا على الهوا، عايزه افرد السخنه، هي سخنه بس انا عايزه افردها، عايزه اوريها لكم عشان تصدقوا ان هو مش هياخد معاكم اي وقت. صحيتوا كده عايزين تفطروا، مفيش عندكم عيش، على طول اعملوه على طول. فين الدقيق؟ يلا بينا اهو. نجيب النشابه بتاعتنا اهي. حاضر مدام سماح. ازاي حضرتك يا مدام سماح، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. يا رب دايما تبقى احسن. الله يخليك يا مدام سماح، اتفضلي عندك سؤال. كنت عايزه اسال طريقه كرات الجوز الهند الاقتصاديه او الصابع الهندي بدون بيض. حاضر، دي حلقه السقسقه.
ايوه حاضر يا فندم، سامع حاضر عينيا. قلنا بقى ننزله نازلين يعني نجيب في اخر الحلقه. حاضر يا مدام سماح، حاضر من عينيا. ممكن يا شكرا. جماعه نلحق ننزل الوصفتين دول النهارده؟ طب وصفه واحده. طيب والله، طيب خلاص 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 مش مشكله. نعم حاضر حاضر. بصوا هجيب كده حاجة بقى وابدأ ان انا اقطع. لا مش عايزة السكينة المشرشرة دي، انا عايزة سكينة عادية كده. تبقى عايزينه حجم صغير، حجم كبير، شكل مربع، شكل دائري، براحتكم. اهو مش عايزه الاطراف دي. يلا بينا. حاضر. طاسه تكون سخنه مولعه، انا عايزه الطاسه تكون سخنه، وهوب من غير اي دهان هنزل بالعيش بتاعي. خلاص دي اهي العجينه اللي انا عملتها لكم على الهوا، اهي اشتغلت فيها على طول عادي زي الفل. تمام، يا دوب بس تتشمع من الناحيتين وتاخد معايا لون بسيط، يبقى كده خلاص اسهل وانجح عيش ممكن بجد ان انتوا تعملوه. ايه رايكم نروح لفاصل؟ لا لا خلاص خلينا نروح لفاصل، وانا هفرد كده باقي العيش بتاعي كده ونرجع تاني. فاصل صغير، استنوني. شفتوا بجد الحلاوه؟ عملناه اهو على الهوا. انا حبيت ان انا اعمل لكم العجينه اللي انا عاملاها وهي سخنه مولعه، رغم ان كانت في عجينه على فكره هاديه كمان هتديني نتيجه احسن من كده، بس عشان تصدقوا ان اهو ما خدش معانا 5 دقايق، العيش ده ما خدش معانا 5 دقايق. اهو صحيتي من النوم لقيتي مش عندك عيش، طلعي دقيق واغلي ميه وعجيني الدقيق بالميه، هيطلع معاكي عيش رهيب بجد. هتدعي لي انا عارفه، انا عمرت ليس هتدعي لي انا عارفه بعد ما تجربي العيش ده. بصوا كمان انا الشكل ده حبيت كده ان انا اعمله بشكل بيضاوي كده كمان، خطير يا جماعه العيش ده. شايفين في كمان هواء اهو اتكون جوه، احنا نشيله بقى رغم ان ما فيهوش خميره ولا مرتاح ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص، وطالع معانا زي الفل اهو. خلاص طيب سوري، تعالوا بينا. اتحمست قوي بس في الكلام. تعالوا بينا نعمل الجبنه القريش بنكهه البسطرمه، يلا بينا. بسيطه جدا ما فيهاش اي مقادير. عندي جبنه قريش اهي. ننزل بالمقادير معلش كده. تمام، انا بقى مزوده ايه في الجبنه القريش؟ انا في الجبنه القريش بنكهه البسطرمه. حاضر حاضر، جبنه قريش وزبادي وزيت زيتون. طب انا ليه يا جماعه حاطه زبادي في الجبنه القريش اللي ببسطرمه؟ ليه؟ ليه حد يعرف ليه حاطه زبادي في الجبنه القريش؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ الملوحه؟
برافو. ما انا يا نور انت اكيد هتبقي عارفه، البنات هتبقوا عارفين. برافو. قالوا علشان البسطرمه هتبقى حادقه، هتحدق معايا الجبنه القريش، والجبنه القريش اصلا حادقه، فانا ايه هكسر الحدوقيه دي بعلبه زبادي. تمام. اشطر ناس والله العظيم. احط بقى كده شويه بسطرمه اهو زي الفل زي الفل. حاضر عينيا. وعايزه اطلع كده ال صاج البدنجان اهو، شايفين ما شاء الله ما شاء الله، هيبقى مقرمش ومش شارب زيت وما استهلكناش كميه زيت كبيره اهو. بصوا يجنن. يلا بينا نجيب زيت الزيتون بتاعنا بقى، ونضرب الجبنه القريش والبسطرمه والزبادي، وهشوف لو احتجت زيت زيتون تاني هحط. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. نجيب ايه سباتشولا بس كده علشان ايه ننزل كل الاشياء بتاعتنا اهو. وعايزه اقول لكم انا ما حطيتش بسطرمه كتيره، ما حطناش كتير خالص، الا عندك اي كميه عندك حطيها، مش هتقول لا. تمام. بس طب نشيل دي، خلص بس ايه من كل حاجه فيها كده عشان ايه ما نهدرش جماعه. استاذ حمدي ممكن بعد اذنك بس كده توريهم العيش اللي بيتنفخ اهو من غير خميره؟ هذلكم بيه طول الحلقه والله، اسمه جميل قوي يعني. شوفوا انا بس عايزه ايه، شايفين شايفين الحته اهي، الحته اللي تتنفخ اهي، خطير. حاضر اهو. بصوا بصوا بقى، بصوا بصوا الحركه دي، شايفين شايفين الهواء. انا ممكن اقطع لكم كمان اهو، عملناه على الهوا اهو، شايفين شايفين ما شاء الله، حلو جدا. تمام نشيله بقى. معلش. انا احب افاجئكم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بصوا بقى ادي اهو الجبنه القريش بالبسطرمه. نغير بقى مفهومنا بقى على البسطرمه بقى، وكفايه ظلم ليها بقى. إيه لا بسطرمه ايه، لا البسطرمه ما تتظلمش بصراحه. عينيا عينيا اهو. تمام. ونحط بقى كده على الوش عشان برضو نعرف ان دي بالبسطرمه اهو كده، وشوية زيت زيتون. وعايزة اقول لكم الحمد لله حلقتنا خلصت، كانت لذيذة لذاذة. نحط كده الجبنة القريش بالنكهة البسطرمة. حاضر. حتة بقى فلفل مشوي كده على الجبنة القريش بالفلفل المشوي اهو. تمام. عملنا النهاردة أفكار للفطار لذيذة ومختلفة وسهلة. عملنا القرنبيط من غير بيض، وعملنا الأصابع البدنجان المقرمشة من غير قلي، وعملنا الجبنة القريش عملناها بنكهة الفلفل المشوي والثوم، وكمان عملنا ايه تاني؟ ايه ده، يا نهار ابيض، العيش المغلي، العيش بمية مغلية كده ودقيق وخلاص على كده. بجد بجد انا اتبسطت جدا جدا معاكم النهارده، كانت بالنسبه لي حلقه حلوه قوي. يا رب يا رب تكون عجبتكم. وده الصاج اللي احنا عملناه في الفرن. معلش انا معلش استاذ حمدي، بس ممكن اسمعهم بس القرمشه، سامعين اهو سامعين، من غير زيت واستوى اهو. انا بقى هحطهم كده وخلاص،
الحلقة خلصت النهاردة، ما تنسوش تشوفوني في الإعادة الساعة 8 وربع بالليل و3 ونص الفجر، واستنوني كل يوم على الهواء من الساعة 1 ل 2. خلاص على كده توحشوني، بس كده، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.